يعني لا تقول مثلا بعض الاحيان واحد ضايق يقول لك بابا جيب لي كلاص ماي، يقول له اوف، يقول انت تقوم جيب لي الكلاص الماي، بس والله ضايق يقول له اوف. ما شايف بعض الاخوان اثنين دائما، اذا انت واخوان اثنين ويقول لك لا اترك هاي اللعبه لاخوك، يقول لك اوكي بس متأذي اوف وياه. القران حتى اوف يكون يقول لك لا تقول لامك وابيك. لماذا؟ يقول لمن نظر الى ابيه. الانسان ابيك لما يكون متدين اهلا لذلك. اذا نظرت للغضب مثل ما تنظر لعدوك، شلون تنظر الى قاتل الاطفال؟ 40 يوم الله ما يستجيب لك دعاء. 40 يوم 40 days الدعاء مالك خلاص يبقى نايم ما يطلع. ليش؟ لانك نظرت في وجه ابيك نظره غضب بالعياذ بالله، او حقاره. شو يفهم والدي؟ تطلع لي شو يفهم هذا؟ ما يفهم اي شيء. احنا الان شباب، احنا الان نفهم على الانترنت، نفهم المتطورات، نفهم المسنجر، نفهم كذا كذا. هذا رجال الشعر على قد حاله. فلما الانسان يستحقر امه وابيه حينئذ الله يقول له حرام عليك تستحقر. لو ما امك وابوك انت ما صرت بهذه الدنيا، فهما سبب في ايجادك في هذه الدنيا، فكنت تحترمهم. فاذا ما هي نظره الاسلام بالاخلاق؟ سوف ياتي. كيف يبنينا الاسلام؟ 3 اشياء ان شاء الله نتكلم بها. الاول عقلي، كيف يوجه الاسلام؟ هاي وحده. نفسي، شلون يحافظ عليها الاسلام؟ وحتى جسدها موجود، بس جسد مو مهم لانه بس يتاذى روح للدكتور مباشره. زين، الامر الثالث اخلاقي، كيف يبنيها الاسلام؟ الاول، السؤال الاول، كيف بنى الاسلام الانسان من الناحيه الفكريه؟ حينما ناتي للاسلام اول شيء قال لك لك حريه التفكير في كل شيء، اطلق وقال لك تستطيع ان تفكر في كل شيء، لان الله تعالى خلق الملائكه وخلق الحيوان وخلق الانسان. ثم كرم الانسان باي شيء؟ أعطاه العقل وقال للملائكة، الملائكة هم أقرب شيء إلى الله ولا يعصون الله ما أمرهم. شو يريد منهم رب العالمين؟ يقول سمع وطاعة، ما يناقشون. شايف الجندي بالعراق؟ تسمعون الآن آباءكم لما يقول جندي، خلاص ما يناقش، أطع ولا تناقش. رب العالمين لما يأمر الملائكة، الملائكة لا تناقش رب العالمين، مباشرة يفعلون ما يؤمرون وهم يطيعون الله. لما خلق الانسان خلقك وخلقك، الله امر الملائكه قالوا ماذا؟ اطيعوا الانسان. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. هذه الايه المباركه. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. خليفه بمعنى يخلف الارض، يعمر الارض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. مو هذول بعض الناس من البشر، شوفوا مش قاعد يسوون، يصرعون قنبلة ذرية ويقتلون الناس. ونحن يعني الملائكة، احنا ما نعصيك يا رب العالمين، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا الله تعالى قال لهم، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أمرهم بالسجود فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لماذا أمر الله الملائكة أن تسجد لك أيها الإنسان؟ ليش؟ لأنه أنت جميل، لأنه أنت طويل، لأنك أنت، لا، هذه ليس لأجل ذلك، وإنما الله تعالى خلق بك العقل. حينما خلق الله العقل أعطاه للإنسان، قال اذهب فذهب، ثم قال له اقبل فاقبل، يعني تعال. فلما جاء قال وعزتي وجلالي بك اثيب وبك اعاقب. فالله سبحانه وتعالى، انت متعلم، انت الاخت المؤمنه اللي توصلين الان بالهاي سكول وبالجامعه، الله يحاسبك اكثر مما يحاسب المراه اللي هي مخلصه بس الابتدائيه. ليش؟ لانه انت المفروض تقرين اكثر، تتعلمين القران اكثر، وكذلك الشاب المفروض يتعلم اكثر، وما يقول والله انا لا ابقى ما اعرف شيء حتى ربي يوم القيامه ما يحاسبني. لا، على الانسان ان يتعلم، لان العلم نور،
والعلم يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فالآية الله تعالى أمر الملائكة أن تسجد للإنسان، لماذا؟ لأن الإنسان خلقه وأعطاه العقل، فلما أعطانا العقل الله تعالى يعاقبنا لأننا لدينا عقول. هذه العقول حينما نعطش نعلم بأن العطش لا يرويه إلا الماء. تعرف شلون؟ إذا أنت الآن بالجامعة رجعت شو تسوي؟ قم تأكل. إذا ما عندك تأكل تطلع الأقرب محل تأكل لحم حلال. تعرف شلون؟ فالإنسان لما يشوف النار والعياذ بالله، الآن أنت تشوف لك واير من الكهرباء الباور، تشوف أنه إذا خليت أصبعك تعلم ماذا سوف يكون بك، تدري إيش راح يصير بك. ما راح يصفق لك هذا الواير أو يعطيك وردة حمراء، لا، راح يكهربك وتتأذي. من الذي قال لك بأن الواير الذي فيه كهرباء مؤذي أو النار اللي هي الطباخ مؤذية إذا خليت أصبعك راح تحترق بالنار؟ هو العقل. من الذي قال لك أن تأكل الأكل الطبي والحلال؟ العقل هو الذي أمرك. فالإنسان جعله الله أفضل من الملائكة بالعقل حينما الله تعالى أعطاه العقل. والإنسان يقول إذا استخدم عقله كان أفضل من الملائكة، أما إذا لا ما استخدم عقله، استخدم فقط الشهوة مالته، جوعان، المهم أكل من حلال من حرام، لحم حلال لحم خنزير، المهم أشبع. هذا الإنسان إذا وقف عقله، شغل وين عاطفته. الحيوان ما عنده عقل، عنده عاطفة وعنده إحساس. فإذا الإنسان استخدم عقله يكون أفضل من الملائكة، يكون له نمبر وان. أما إذا لا استخدم، والعياذ بالله استخدم الشهوة مالته، يكون مثل الحيوان أو يكون أقل من الحيوان. لهذا القرآن ماذا يقول؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. القرآن الكريم يقول الإنسان لما يأكل من الحرام ضميره يموت، فما يهم أنه أكل من حلال من حرام، ظلم الناس ظلموه، يسرق الناس يسرقوه، يخاف من القانون. ما دام أكو قانون هو يمشي زين، ولكن إذا ما عنده قانون حينئذ يصنع ما يشاء، تتحول الحياة إلى غابة، القوي يأكل فيها الضعيف. فهنا القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، ثم يقول إلى أن يصل الإنسان فقست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الآن أنت تشوف الصهاينة لما يدخلون يقتلون الأطفال ويقتلون النساء، هذا بقلب رحمة موجودة؟ كان بعض الجيوش يقولون أنه يخلون الأسرة تحت الدولاب تحت إطارات السيارة ويمشون عليهم، كانوا يقتلون بالجملة هتلر وأمثاله هؤلاء الذين ليس في قلوبهم رحمة. يقول الإنسان لما يبتعد عن الدين وعن العقل حينئذ يصير مثل الحيوان، أجل الله السامعين، مثل الحجارة. الحجارة ربما تعطيك الماء ولكن الإنسان لا يعطيك إلا الموت. فيقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالقرآن ينظر للإنسان بأنه أفضل من الملائكة، وأكيدا أفضل من الحيوان. من هنا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. شوف بالجو طاير، بالبحر عنده سفينة، وبالبر هو يمشي، وبالجو هو كذلك بالطيران. لولا عقل الإنسان لما طار الإنسان وين؟ في الهواء. لو ما عند الإنسان عقل وشغل عقله لما صنع البواخر وسار على المياه وهكذا. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله فضل الإنسان على الحيوان وفضل الإنسان على الملائكة بأي شيء؟ بنعمة العقل. فإذا الإنسان يقول على الإنسان أن يحافظ على عقله. فالله تعالى جعلك أيها الإنسان كريم، فلا تذل نفسك ولا تبيع نفسك بأشياء ما تستحق. وهنا نقول إذا الله تعالى خلق الإنسان